أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. إيران تتوعد بمحو إسرائيل من الخريطة في هذا الموعد. توعدت إيران اليوم الخميس إسرائيل بالزوال بعد 25 عاما، مؤكدة أنها لن تتوقف عن مواجهة إسرائيل في كل مكان. ونقلت وكالة فرانس الإيرانية عن نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد محمد رضا فلاح زادة في كلمة بعزاء نائب قائد الفيلق السابع الكيان الصهيوني لن يكون موجودا بعد 25 عاما، والأمة الإسلامية لن تتوقف عن مواجهته بشتى الطرق. وأضاف القائد العسكري الإيراني على الكيان الصهيوني إدراك أن المقاومة متمركزة قرب قواعده حول العالم وتدفعه للانهيار بأقرب وقت. وقال القائد في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي أن بلاده لديها أذرع عسكرية في مختلف أنحاء العالم.